بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب فضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتقرير من هذا الحديث قوله: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى، شبيه بالتقرير من قوله: لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. ثم مضى رحمه الله يشرح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جملة المظاهر التي نهينا عن التشبه بالكفار فيها، سواء كانوا من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو الأعاجم، من جملة ذلك مسألة اللحى والشوارب. لما كان هؤلاء أو كانت هؤلاء الطوائف تعاكس الفطرة وسنة الرسل التي هي إعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وإحفاء الشوارب، فكانوا على العكس يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم وأن نبقى على سنة الفطرة وسنة الأنبياء من إكرام اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب وجزها، وهو المظهر الجميل والمظهر الحسن الذي يوافق ما عليه الرسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معاكسة ذلك فمع كونه تشبها بالكفرة هو أيضا تشويه للخلقة وتشويه للوجه، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان الشيطان تعهد فقال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، نفذ تعهده في هؤلاء فاستجابوا له، وبقي أهل السنة وأهل الاتباع ولله الحمد يتمسكون بسنة الأنبياء ويخالفون طوائف الكفرة والمشركين، فيعفون لحاهم ويوفرونها ويحفون شواربهم ويجزونها. ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجز الشوارب، تارة يأمر بجزها وتارة يأمر بإحفائها، ومعنى ذلك أنها تقص وتنهك. أما الحلق فإنه مكروه، بعض العلماء يرى أنه محرم، أن حلق الشوارب محرم لما فيه من تشويه الوجه. فالمشروع في الشوارب أنها تنهك لكن لا تحلق، بل يبقى منها شيء يجمل الصورة. هذا هو السنة في هذه القضية. الحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. قال: فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب
وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة. نعم، قلنا إن توفير اللحى وإحفاء الشوارب وإحفاء الشوارب وجزها مع كونه من خصال الفطرة ومن دين الأنبياء فهو أيضا كذلك فيه مخالفة لهؤلاء الطوائف الكافرة من المشركين والكفرة والمجوس واليهود والنصارى، حتى في المظهر الخارجي فإننا نخالفهم في ذلك. نعم. قال: وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. تقدم أن القاعدة مخالفة غير المسلمين. نعم. من اليهود والنصارى والكفرة على وجه العموم، فالمخالفة على وجه العموم أمر مطلوب، وفي أشياء منصوصة على وجه الخصوص مثل إعفاء اللحى وجز الشوارب، هذه أمور مخصوصة داخلة في العموم، في عموم مخالفة الكفار في هديهم. فإذا يكون المخالفة العامة أمر مطلوب، ولهذا بعض السلف يخالفهم حتى في الأشياء التي لم يرد نص بمخالفتهم فيها عملا بالقاعدة، عملا بالقاعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود والنصارى. فليس من لازم المخالفة أن ينص على الشيء، بل القاعدة تشمل ما نص عليه وما لم ينص عليه. نعم. قال: وقال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. نعم. ومما جاء النص في مخالفة غير المسلمين من سائر الملل خصوصا النصارى مسألة القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو على أنواع، منه ما يكون حلق جوانب الرأس وترك الوسط، ومنه ما يكون بالعكس حلق الوسط وترك جوانب الرأس، ومنه ما يكون بحلق أمكنة من الرأس وترك أمكنة أخرى، وهو ما يسمى بالقزع، وهي القطع مثل قزع السحاب، هو السحاب المتقطع. فهذا مظهر من مظاهر الكفرة، وهو العبث بشعر الرأس بأن يحلق بعضه ويترك بعضه. ولهذا جاء الحديث: اتركه كله أو احلقه كله. نعم. قال: وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة في كراهيته، وقال: إن حلق القفا من فعل المجوس. نعم. قال: وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة، وقال أيضا: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. حلق بعض الرأس للحاجة لا بأس به ولا يدخل في القزع، وذلك الحلق للحجامة أن يحتاج إلى العلاج بالحجامة، وهي سحب الدم على صفة مخصوصة ويكون موضعها في الرأس، ويتطلب هذا حلق الموضع الذي يحتاج إلى وضع الحجامة فيه، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس القصد منه مشابهة الكفار، وإنما القصد منه الحاجة. نعم. قال: وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس.
قال في الشرح لعلها كلمة فارسية تظن تعني حلق القفا، وذكر الخلال هذا وغيره أيضا. نعم، كل هذا في مسألة القزع ومسألة حلق بعض الرأس وترك بعضه على أي صفة كان، لأن هذا من عادات الكفار ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. نعم. وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حف القفا من شكل المجوس. نعم. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. نعم، ومن ذلك مسألة تحصل الآن، وهو لما جاءت المكاين التي تجز الرأس بدرجات معينة، درجة واحدة اثنين ثلاثة كما هو معروف. نعم. وهذا لا بأس به، جز الرأس كله، جز الرأس كله على أي درجة يريده الإنسان أو حلقه بالموس، كله أمر جائز. الحمد لله. ولكن هناك شيء، وهو أن الحلاق أو الذي يجز الرأس بالمكينة يأتي بالموس ويحلق دائرة القفاء، هذا هو نفس الذي سبق أنه لا يجوز، أنه لا يجوز حلق القفاء حتى ولو قص شعر رأسه بالكامل فإنه لا يحلق. نعم. ويدخل في المنع أيضا لو جعل الحلق درجات، بعض الرأس محلوق بدرجة واحد وبعضها اثنين وبعضها أربعة؟ ما يصلح هذا، لأنه من التمثيل بالشعر والعبث بالشعر، فيجعله على درجة واحدة. نعم. قال والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوصة في السنة، مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه. نعم، جاء في الأحاديث النهي عن التشبه بالمشركين عموما، وجاء النهي عن التشبه بالأعاجم، وجاء النهي عن التشبه باليهود والنصارى، وكل هذه لا اختلاف فيها، هذه النصوص لا اختلاف فيها، فنحن منهيون عن التشبه بالجميع، والنص على بعض العام لا يخصص العام. نعم. قال وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلع عليك. نعم، اليهود كانوا يخلعون نعالهم عند العبادة، أخذا من قول الله جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى، فأخذوا من هذا السنة خلع النعال عند دخول المساجد أو الكنائس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم وأن نصلي في نعالنا، أن نصلي في نعالنا مخالفة لليهود والنصارى، حتى ولو كانوا أخذوه من أصل عن دينهم، لأن دينهم في الحقيقة كما سبق وتكرر أن دينهم نسخ بدين الإسلام، نسخ بدين الإسلام بكل ما فيه، فدين الإسلام كاف. والقاعدة المعروفة هل شرع من قبلنا شرع لنا، فيها التفصيل المذكور أن ما جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، ما جاء شرعنا بمخالفته فهو غير شرع لنا بالإجماع، أما ما لم يأتي شرعنا بموافقته ولا بمخالفته فالأرجح أنه ليس شرعا لنا، لأننا مأمورون بمخالفتهم. ودين الإسلام أغنى عن كل ما سبقه من الأديان، لأنه تضمن كل ما في الأديان السابقة من المعارف الإلهية والتوحيد والعقيدة، وأما الأحكام الشرعية التي أحكام المعاملات وأحكام الفقه فهذه كما ذكر
كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله يشرع لكل عصر ما يناسبه، ثم إذا انتهى هذا العصر وهذا الجيل شرع الله شرعا آخر يليق بالجيل اللاحق إلى أن جاء الإسلام، فصار الإسلام عاما وباقيا لهذه الأمة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير إلى أن تقوم الساعة، لأنه دين كامل صالح لكل زمان ومكان. فكونهم يخلعون نعالهم تأسيا بموسى عليه السلام هذا من دينهم، أما ديننا فإنه نهانا عن التشبه بهم في الصلاة في خلع النعال، فشرع لنا لبس النعال في الصلاة مخالفة لهم. هذا هو الأصل. ولكن الآن في المساجد تغير وضعها عما كان، لأن المساجد كانت في الزمان الأول ترابية، فلا يؤثر دخولها بالنعال والصلاة بالنعال فيها، ولا يحدث ذلك تشويشا على الناس. أما لما تغير وضع المساجد الآن فصارت المساجد مفروشة ومبلطة ومنظفة، صار يؤثر فيها الدخول بالنعال وهي تحمل الغبار وتحمل التراب، فيحصل في ذلك تلويث للمسجد، لأنه تغير، لأن المساجد في الأول كانت لا تتأثر في الدخول بالنعال لأنها ترابية أو حصبائية لا تتغير، أما الآن فتغير الوضع فتخلع النعال عند الدخول في المساجد لأمرين: أولا لأن هذا يضر بالمساجد والزلل والضرر يزال، وثانيا أن هذا يحدث تشويش بين الناس ويحصل نزاع بين الناس، لأنه شيء مع أن الصلاة في النعال سنة ليست واجبة، وإذا ترتب على عمل السنة تشويشا على الناس أو سوء تفاهم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. قال: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. نعم، كذلك مما نهينا عن التشبه بهم فيه مواصلة الصيام، ومواصلة الصيام هو أن يصوم الأيام لا يفطر بينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوصال عملا بقوله تعالى: ثم وكلوا واشربوا حتى يتبين، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يزاد من هنا ولا من هنا، ونهانا عن الوصال. لكن يشكل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولهذا قال له الصحابة: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم. هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يواصل، هذا من خصوصياته. أما نحن فمأمورون بالفصل بين العبادتين بالإفطار ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والواجب علينا الامتثال في هذا الأمر. كذلك نهي عن الوصل بين الصلاتين، صلاة الفريضة وصلاة النافلة. فإذا سلم الإنسان من الفريضة فلا يقوم على طول ويأتي بالنافلة كما يفعل بعض الجهال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يقوم أو يتكلم. فهذا كله من أجل تميز العبادات وبقائها على صورتها، وأن لا يدخلها تغيير أو زيادة
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد صرح بذلك، أي كون الفصل بين العبادتين أمر مقصودا للشارع، صرح فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور مخالفة لليهود وعملا بالسنة، فما دام المسلمون متمسكين بالسنة فالإسلام ظاهر، وإذا عملوا بالبدع ووقعوا في التشبه فإن هذا يضر بالدين، يضر بالدين وبظهور الدين. فجعل صلى الله عليه وسلم علامة ظهور الدين التمسك بالسنة ومخالفة الكفار في العبادات وفي غيرها من العادات الخاصة بهم. فهذا من 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 يسر هذه الشريعة ورفع الحرج عن الأمة. أما الذين بعض الطوائف المنتسبة للإسلام الآن التي لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، حتى يظلم الجو، فهذا بدعة وزيادة في العبادة وأمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كان مخالفتهم أو كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. نعم، هذه فائدة عظيمة، وهو أن علامات ظهور الإسلام مخالفة أعداء الإسلام. نعم. ودل بالمفهوم على أن موافقة أعداء الإسلام أنه نقص في ظهور الإسلام. فإذا أراد المسلمون أن يظهر دينهم وأن تعلو كلمة الله فليخالفوا أعداء الله في عباداتهم وفي عاداتهم الخاصة بهم، حتى يكون للمسلمين تميز وانفراد بشخصيتهم، ولا يذوبون مع الأديان الأخرى أو مع الملل الأخرى. نعم. قال: وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه ابن ماجة من حديث العباس، والإمام أحمد من حديث السائب ابن يزيد. نعم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم، يعني تظهر النجوم في ظلمة الليل، وهذا من الابتداع في الدين وخفاء السنة. أما المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس فهو من إظهار السنة ومن علو هذا الدين، فهذا يدل على أن التمسك بالسنة والعمل بها ظهور لهذا الدين، وأن ترك العمل بالسنة خفاء لهذا الدين ونقص فيه. نعم. قال: وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجوم مضاهاة لليهودية، ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. كذلك مخالفة الملتين في الصلاة، في وقت الصلاة. الصلاة الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت أن وقت الظهر حين تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب ويظهر ظل من جهة الشرق، وأن وقت العصر إذا تساوى الشاخص وظله، تساوى الشيء الشاخص يعني المرتفع مع ظله، حينئذ ينتهي وقت الظهر
يدخل وقت العصر ويستمر وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثله مرتين، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وأن وقت صلاة المغرب حين تغرب الشمس، وأن وقت العشاء حين يغرب الشفق الأحمر، وأن وقت الفجر حين طلوع الفجر الثاني، حين طلوع الفجر الثاني. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. فهذه مواقيت الصلاة، فمن غيرها فإنه يكون متشبها في الأمم السابقة في تغييرهم لعباداتهم. فإن اليهود لا يصلون حتى يعتم الجو، لا يصلون المغرب حتى يعتم الجو وتظهر النجوم. فمن أخر المغرب إلى هذا الوقت فهو متشبه باليهود. وفيه طائفة تنتسب للإسلام الآن تؤخر المغرب إلى هذا الوقت. ومن أخر الفجر إلى أن تمحق النجوم، يعني يذهب ضوء النجوم بظهور الإسفار وظهور ضوء الشمس، فهو متشبه بالنصارى. فنحن مأمورون بتعجيل الفجر عند طلوع الفجر، وبتعجيل المغرب، وبتعجيل المغرب عند غروب الشمس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فمعناه التأكد من طلوع الفجر، ليس معناه أن نبقى حتى يسفر الجو، وإنما معناه أننا نتأكد، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بغلس حين لا يعرف الرجل من بجانبه من الظلمة، ثم ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاة الفجر مبكرا، وأنه يطيل الصلاة ولا ينصرف منها حتى يعرف الرجل جليسه. فهذا هو الهدي النبوي في صلاة الفجر، أنه يدخل فيها مبكرا ويطيلها حتى يتضح ضوء الفجر ويعرف الإنسان من بجانبه، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه مصابيح كهربائية أو سرج. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.